الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، حديث واحد كل الرسول هاي سدح قضب قضب كأبوه الرأيان مركا أرمتي سلقة صوت تقوى الشيخ مصطفى وكه الليل وكان شيخ محمد وتلمامي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قضب كلبات وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قضب كسدحاد وأن يكره إن كل أبتو قال نمدي سيدة أن عبيها بإنو نار مركا لغطور. قضب كان أني أقاب بيغن محاورتا سدح ذا وحايا هيد علماء أن إخلاص ككتهم إني قاتان وأنا وكالإنا كهلا ما هاي وموضوع أباهن إخلاص ونباهن إيمان دبرون هانتي أساء هاتي مر هدي كلمة له رواي كلمة دي دوحي نقندون تا أرر ير وموضوع أفر قضب ومهيمة أفر تقضب وإذن ويدين دون وتكسو علين دون تان ماشا نليرا فددا مسابقة نقندون تا قفك أفر تقضب كسو علين يوحو إليها أبا المرين دعاء المسافر دعاء المسافر حكوين يجره دعاء المسافر مركو دعاء المسافر المستجاب لي مركو وانا اوغاهي دال يرب بدن ميشا كو جيران كل دعادين وا انغور ان كل واحد كلام يا وستان واخ كلا او ايدن كغوخيا ماركا ملا مركو قفكه متسابقه اي كجوابي دونا ان يكون ايغارا وانو ايغار نقضه وان يكون دال ير وانو نقضه وان يكون غور دونن صدخ لا قودو ماركا لا هلو بو مسابقه كجوابي دونا باذن الله سبحانه وتعالى وان غور مري دونا أبو أدريس الخولاني. أبو أدريس الخولاني ونين مركز ضمن نقندونا قاضي وين دمشق كان نقندونا عالم علماء ووين كمدة وهو حريستي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يري أنا علم رادس أيان صوت لقى قيبير وعن صعدابة وعن صوت قلبير مسجد كوين دمشق بان صوت قلبير وعن أركب يري صد من أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كبضا وحلق ساوين فديه نند اليراء وقروح بضا وموقال سجيد شاله وكم بوقضنا وبرتا كأفديه وحيد وحن لي يابا بير لبا الرموض بآد بان لي يابا بير وامضو احترام كأيوها ياندتك ماشا فديه ننكن هضليه قضب كلابات وحير مركي مسألة إسكو قبتان إساقي دبقو صلابتان وانا نادي أدو دائر وحير أريكا وحا ويقود لي بيري إنا نين كان جعلاد هير أنقاري إن آن قو آن صدو إنا سيقار أولا قلمو لكن وحير داد كان ويديو حانيري وكانوا محو أها مركا ساوحا ليري متقاني هذا معاذ بن جبل وصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كان يودي معاذ بن جبل محوك تخص تخص كيس محوها يا داعي محوك محوك له هاي للنبي يقول أفرضكم فلان وأقرأكم كذا هاي الحلال الحرام موضوع والله دعي لكن إلهي درت وعفينينا متكلم ترازينينا إن شاء الله. المهم هذا معاذ بن جبل بمعاذ باها وعلى الصبح يبان صوك الله هاي بيه وحاني يبوري فجر كون لقارن بالمساجد كصوك الله بيه وحان هلاي بيقول وحابن أركي يسوق إجا صهر مر كل جبه مسجد ككجرة تير بوساع يسوق باجي وتكان يا بير أنا لما درك عضو تحت المسجد كان تكذي كدي من وان دوري مركي صلاة دا قدام يان ويمد بير كدي بام حان وقول بالله هذا الوحير إني أحبك في الله يو إلهي درتي من كوج على كدي بوحير الله وما إله بكوجك يعني كلمة كلمة سهلا ما مركشير ها الله إلهي درتي من كوج على مركز يقول إنه يحبك في الله ويقول علي إذن وحير الله ما إلهي باكو قو مر سدحات سيدا صوكال مركز سدح جير أي أرنتو ما ريسو بإنتو ساء ساقبتي قو قوتي إنتو ساقبتي بسوجي نوحير هذا بنيه وهذا الكاد شيقي سهدو رونية أبشر خير فلو وحن النبي قد لقيه كقام الله صلى الله عليه وسلم ضدك إلهي درتي سجعل إلا دل استاجين دونه من برا نور كسميسا وإفايا وضطك رني أركيان
darajada ay gaareen waxaa jeclaan doono jaman doona ambiyadii rusushii dadkii shuhadada ahaa. Hadalkaa markuu maqlay ayuu yidhi, haddaba ogow waxaan wax sahlan maaha. Wuxuu leeyahay Abu Idris Al-Khawlani, anoo over rejoiced ah oo aad iyo aad u faraxsan baan soo dhaqaaqabiyey. Kadib saxaabi kale ka hor yimid Cibaada bin Saamit, wuxuu Cibaado ma maqashay hadal waxaa jira an Mucaad ka maqlay oo nebiga ii sheegay xadiidkii uu waramay. Wuxuu yidhi, mid kale aan kugu darayay dhageyso. Wuxuu yidhi nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi xadiid laga wariyey الله سبحانه وتعالى حديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا كو اني درتي سجعلادي ايا محبتي اي تكتب بمعنى هلكا واخا لغا فهميا انه الهي كو جعلاده وهي كو خرنت ان قف مسلم الهي درتي وجعلاته الهي درتي مرك قف مسلم وجعلاته ارينكاس وخا كسوبخاي انه ادي الهي كو جعلاده سيجعل لهم الرحمن ودا وحيري الله سبحانه وتعالى محبتي اذا وخا اسكله dadka aniga dartay isu soo booqda, dadka aniga dartay u wada fariista, dadka aniga dartay wax isu siiyay. Xadiidkii xadiid kaleba ka helaba laba xadiid oo peerless ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo wariyey oo aad u dhadhamaya buu la tagay Abu Idris Al-Khawlani. Saxaabada Rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam marka waxaan rabaa ararta markaan ka soo gudba kadib sidee u fuliyeen ama isaga dhaadhiceen barnaamijkan ah inuu saxaabi saxaabi kale ilaahay dartay u jeclaado. سيدي كل عاد إنه يراه ذا عمر بن الخطاب إني لا أستطيل الليلة أن أبا أبا بكر أن أرى أبا بكر هبين كابي يقول دار وأن دارايا وأن دق دقيا مر أبا بكر الله كنت سيان له مشروع ماها شر ماها ضن ماها أبا بكر إن أنا إلهي درت بوجع له نحاج جارسي هارك أه إن الدهان هبل من إلهي درت بوجع له أفر وضع الله أمر وأفر توضع ربطان أن ربي إن الحفظ سانون وضبك كوان saxaabadu waxay u arkeen ilaahay dartii qof in loo jeclaado in jacaylkaasu yahay wadada keliya the only road wadada keliya ee jannada lagu gaaro. Ka waran haddii la yiraahdo adigu jannadaada waxay ku xiran tahay ninka ilaahay dartii u jeclaado hebel ilaahay dartii u jeclaado haddii jannadeeda adiga lagu raaciyo ka war haddaad adiga albaabkii taaganta oo la yiri hebel oo maxamed hebel oo yuusuf oo ilaahay dartii u jeclaatay bay jannadaada ku xirantahay. waxaan meesha u fadhino oo aan hadda halka kan ugu dhididayno oo ma aragtay aan isu dhageysanayno waa jannada uun sida lagu gaari lahaa soo maaha. Ka waran haddii sidaa la yidhaahdo maxaa yeelay xadiidkii nebiga sallallahu calayhi wasallam baa wuxuu leeyahay waad xifdisan tihiin laa tadkhulu ljannata xataa ish io dhammaystira xataa tu'minuu janna ma gelaysaan ilaa aad ka rumaysaan, mana gaaraysaan iimaanka ilaa aad hee iska jeclaataan. dadow ma idiin sheegaa wax haddaad samaysaan isku jeclaanaysaan. Markaasuu nebiga sallallahu calayhi wasallam yiri maxay salaanta faafi, waxaa la yiray jannada gelitaankeeda maxaa lagu xiray iimaan, iimaankii maxaa lagu xiray ilaahay idartii in la isu jeclaado. Idan nin saxaabiya oo la leeyahay hadduu jihaadkan uu ku dhinto jannuu galiya timirta intuu tuur yaa rasuulallah ma sidaabaa horay ka dagaalamay isagoo og halka ay lagu lagdi doono maxaa yeelay qalabku wato iyo wuxuu ku dagaalami lahaa aanan ku filayn. Nin la yidhi jannadaada waxay ku xiran tahay hebel, saxaabada shaqo kale ma lahayn. Marka wuxuu ka shaqayn jiray ninka saxaabiga ah ninka kan ee muslima walaalkii inuu ilaahay darti u jeclaado. Waliyaalik cumar bin khataab wuxuu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa laga soo xigtay ina lilaahi unaasan oo cibaadan ilaahay wuxuu leeyahay addoommo, addoommo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay oo nuur uu ka bixi doono yowma alqiyaama oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigooda ifin doono. Qolada markuu tilmaamay wuxuu yidhi hum qawmun taxaabu birawxi illaahi jalla wacala, waa dad isjeclaaday ilaahay dartii isu jeclaaday. Calaa ghayri arxaamin baynahum, xigta iyo xigaalnimo isku keentay malaha, qaraabo iyo howlo kale iyo xidid maaha, ilaahay dartii baa isku jeclaaday. walaa amwaalin yatacaatuunaha, shilin ay sisiinayna marka ma laha, waxaa isku keenay ilaahay dartii, ilaahay dartii baa isu jeclaaday. qolyaha sidaas oo kale wuxuu nebiga sallallahu calayhi wasallam uu tilmaamay inay yihiin dad ahlu janna. waxay kaloo ogaayeen haddii laba ruuxo muslimiini ay xuguguf ay dhex marto oo ay isdagaalaan oo habeenkii saa ku kala seexdaan in arrinkaasu halis gelinaya jannadooda. daris waa xadiidkii saxiixa wuxuu ahaa ilaahay wuxuu kul yowm isniin, maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa jannada albaabadeeda waa la ballanqaabaya. qof kasta ee muslim ee muwaxidani dembigiis waa la dhaafaa ilaa rajulan kaanat baynahu bayna akhihi aw kaana baynahu bayna akhihi shaxna, laakiin laba ruux oo isdiidan dembigooda lama dhaafay. wuxuu yihi allah subxaanahu wa tacaala ma nabiga uu leeyahay
وحال به دون أنظر هذين حتى إيش يصطلح ورلا بدن هلو كرتو ورهلو كادي ورهل السجو ورهلو ترتيبيو إلا إكهشيا بمعنى وامحي جنة وحي لا ذا روت لقري إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه وضع عمل كلا مريه جل وضدس والأوذية وحل هلا بدن فيل الكود صومة دي بهلا دي مركه هشيا هنوكر فيل الكود هنوكر هذا هدي عمل كاي صلاة دي هذا اللي يري لما كري إليه وردي هذا دقيس بعد صلاة المغرب اللي يري لما جود بينه رمضان تي كصار دافت أجر كذا أن للرفعين حج كي أقصامر أن للرفعين أرين كانوا يكون حري هبل هبل بابك هو تاجن إسق هذو كله إحنا جنده وتقول يسدوه تاجن جنده وهر تاجن حظ ما لنا سمرك موضوع عصو موضوع كان صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ها إنا إسكو كلفان إس عبسيان موضوع إنا له يدري تلا شجع الله قضب كاس وقضب كقوات هم عن رمرك الحب في الله طريق إيش إلى الجنة قضب كقوات ما حفظ سن لما قري كرم الله حلو قبنا إن شاء الله الطريق إلى الجنة قضبك الله بعد صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحيو أركين ولا تني ماذا إسلام كإله درت اللي سجل إله مسؤوليته كورا هديمة اللي يقول هذا الشقالة تيسوما مشارك أقول حكوا حرين هاي ساعدس إلا ساعدس شقي هوش الجود درس هذا سوما وحقر أنت كمبيوتر كجلي ماشى نظافة ده قبو هوش القبو شق الجود درس نينك مركو حوجي هالشق هذا وش قال يسنيها الدنيا ذا وإله وكان إله بتعبا إنه نينك إله درتي وعاوي أو إله درتي أجعل هذا مع الحديث كي إن لها نبي صلى الله عليه وسلم مال والباء أو يقرح ذو صوب بحضه حب والباء أو كم إذا حبناها قف كأذنها أوليه صدق الله جربه وانين هذا أوه وقاميسين صبح وصوتص وقاميسنت وحد كو قام به كرتا عملت إله درتي أقبتي قف مسلم أدو قبتي مجرد إنه مسلم أدو قبانيسا مجرد إنه مسلم أدو قبانيسا بركاته النبي صلى الله عليه وسلم عليه كلمة وناكسن بصدقة وضد الله ليه وحلا وحي ذاتك جلافة أما كفني كتر ترانا يان بصدقة قف ألابتي سقاذا وأدو قاد بصدقة لا بروح إسكت دجانو عدل وصدقة هل كان مركب مالي واحد كجير تامر كإلا سدح بقول يوحنا كهلا نلحدا نحب نود ما أنتوا واحد كجير تحبت فريق قيسة العقبة سأو زعيسة معنى وام حي محل مسؤولية بكون سالم قفل يروي تمر روح إبل سدح بقول الروح بيل سدح بقول اللي إحنا قفوا ضاينات بيشام مال والبابا ميد والبابا هل دولار ومركب قديم لها سيها دي اللي قيراد قف مسؤولية أي سار أنت ميو فريق سنة يا أرك مركب حكم من مولدات الحب في الله وحياة بعد لا يكمل ده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث قالوا تلمامي وليه صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه إيش كربة من كرب الدنيا والآخر قف مسلم قف كفي إذا أرن نوعا ما عبوري كربك وأه كول والسين هاي أما أدوك كول والسين قف كأسك إلهي سبحانه وتعالى أياه إسنا كفي إذا إلهي وعاونا يا أدونك إيش أنتوا أدونك أهل لي هاي قف كمسلم كإلهك إنه عاون هذا واحد يقول إلهي بقى كل جرة تامر كوحي كأنت صحابة إني حصل ضومان أي حكليان أو أي نسن أنا هرجلين أنا هردين أنا عندها سوقا محل مشروع بقى أمغضة مشروع يدنا ظهر كأكو جرون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو موسى الأشعري البخاري يقول حلي صلى الله عليه وسلم وحيري أبو موسى الأشعري وكسر جيدي قال الله الأشعريون نبي جن أدم وحول الله عدد كها يدقن كذا ونكسن دقن بين الهنجرين وتكافل كوس عليه سن متكود مركو نوعا ما ماينس قلق هدي مركن زاد كوف اللام وايو يجوا سفر أو صهيد كوف اللام وإذا مثلا أما الرشين كوف اللام وايو انتي ساسوك الوضع فريسان با نيو البابا انتو هايو كينيا اذو حد هلي كرتان سكر كان وحو هلي كرا ميلي حمد وحو هلي كرا عصبو كان وحو هلي كرا ما عرقتي انتاز كان مرو كينيا هل ميل با اللي سوكو شبايا كدبنا طبعا مركي اللي سوكو كينا ماشا ايو حالي ريحة دبا آن وضا قيب سن مرك قفل بسامي با لسينيا نبيقا مركو أركي شكرا في سنيعهما وانا قوداس بو آدو كما حد نقي مركا سيرهم مني وانا ايش منهم كوا أني جي يجمع ديهن أن يجمع كمذا. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بقى أديك هو أبتر سنة. ها أدنى النبي قد كوا أبتر سنة إسحام. وأحكي لهم محايا لعمل كان وناكسن إقف مسلم إلهي درتي أدو قبتي. ضرب سن هي سن باسي سي وجاجي سن يه واد قود سي وحنو سن يه واد بحناني سي وتمر درن يه جعنت قبتي وتبالي سن يه وحبات أطورتي ودباتي سن دبت كسرتي. أنت وأنت اللي وش حديث كوت المامي. ولذلك مركي رذي قطبدي سي ابن مجرن انتو خطبة لا اشتاقي يضو معركة النهاون بل قجرين
intuu istaagay buu yidhi laa yakilanna axadukum qarnahu ilaa akhiih, war nin walba mas-uuliyad baa saarana, mas-uuliyadda ninkan iyadu dusha kaga tuurin buu yidhi. Markaasuu yidhi walaalihin u gurmada wax u tara, war midkiin miyuu ka liitaa ey eyga uu yaqaana wafi buu yidhi takramuun, kelmadda buu tilmaamay. Bimacnaa waa maxay? In iyadoo uu jiro qof muslima ee walaalkaa ah oo ilaahay dartii inaad ku caawisid lagaga baahay inaad ka gaabisid, masalada waxaa qof ku dhacay tadanni ilaa eesh ila almustawa alxayawaaniy, wuxuu dhaa dhacaya xagga iyo xayawaannimo, wartaa miyaad rabtaan inaad gaartaan buu dhihi jiray. Waxay ka mid tahay mas-uuliyad. Haddaba qodobka labaad maxaan nidhi, saxaabata rasuulilahi sal alla lay slam waxay u arkayeen inuu haa alxubu fi illaahi uu yahay mas-uuliyad. Mas-uuliyadda hadda maantadan aanu maantana ku dul wareegaynay waxaad moodaa waxuun hala bixiyay inay tahay, intaa keliya ma noqon karto, wax laga mas-uuliyadi macnawi inay noqon karto. Salaaduu ka tegey waad waaninaysaa, salaaduu ka seexdaa waad la hadlaysaa, qur-aan aqriskiisa maayna isku jira waad la hadlaysaa, xoogaa yar waxaad arkaysaa in dadkoo kale ilaan dadku isku darajo maaha, saabiqun bilkhayraat muqtasidun iyo daalimun linafsihi, bal dadku noqonayaan waxaa la isku baro waxaa isku dayaysaa qofka kan inay soo bushkariyso si kor ugu kaco. That is why markii ay dhacday Abu Dardaa ayaa waxaa laga sheegay nin salaad badan oo soon badan inuu ahaa, maalinkiina wuu taagan wuu soonman yahay, habeenkiina salaad buu taagan. Salmaan oo ah Alfarisi, ninkii lala walaaleeyey markii hijrada la tegey, ayaa gurigiisii soo booqday. Wuxuu arkay Ummu Dardaa oo aanan isku toosnayn, bimacnaa dumarka sida lagu yiqiin marka guriga lasoo galo xoogaa yar foox yar meesha inuu ka shidnaado oo ay noocan ma iyaduna ay isku qof isku toosan ma umuman buqan. Wuxuu yidhi maalak, oo maxaa ku haysa? Waxay tidhi walaalkaa Abu Dardaa isaga waa adduunyo dan kale, nusuusta qaarkood waxay laa yataa'u lanaa kanafan, isagaaba agteena soo maraba. Yani bimacna waa haweenay way xishoonaysaa hada yara seeloon oo dadban bay u tuurtay oo leedahay ninka ka nin adduunyada danaya maaha, maalinkana waa sooman yahay, habeenkina salaad buu u taagay. Wuu fahmay marka halka meesha wax ka jiro, wuxuu yidhi anuguna meeshaan joogaya. Abu Dardaa baa intuu dhaqaaqay raashin soo kariyey soo hordhigay Salmaan, markaasuu yidhi cun. Salmaanna wuxuu yidhi ma cunay ilaad ka cuntid, cun horta adiga. Isna wuxuu ku khasbanaa soonka inuu inta jabiyo la cuno. Habeenkii markii la gaaray buu Abu Dardaa salaad uu istaagay, markaasuu yidhi maya seexo, marti baan ku hay seexo, wuu seexday. Abu Dardaa habeenba salaatuleil uu soo taagay miyaa seexan kara, in yar kadib uu soo kaca seexo, in yar kadib uu soo kaca seexo, aakhirka markuu habeenka in yar ka harsan yahay buu istaagay. Markaasu haddan istaaji uu tukaday. Kadibu qaacida ay fuqahadu sharaax alxadiid almufassiruun ma min shakhs ila wacallaq calayha, nabiga marka loo gudbiyan wuxuu ka dhihi doona waad maqli doontaan buu wuxuu yihi war niyahu nafsadaada xaq bay kugu leedahay oo ahalkaaga xaq kugu leh, qof kasto xaq leen xaq buu kugu leeyahay, fa acti kulladii xaqin xaqa, qof walbaba xaqiisa si. Hadalkii nabigaa loo sheegay sal allahu calayhi wasalam, markaasu yidhi sadaqa Salmaan, Salmaan hadalka uu ka run sheegay buu. Halkaa marka waxaa laga qaadanayaa walaalkaa gurigiisa hadduu xoga wuxuu ka jiro, isaga islaanta ishaya, isaga owlaadda ishaya, isaga qof u daymaysan yahay u qaamaysan yahay baa ishaya, waa in arrinkaas uu kugu bixiyo kulayl ah inaad guriga wax ka qabatid. Labadaa ruux waa inaad dhex gashid, waa inaadan dhihin sida hadda kelimada Westernka is not my problem, qof guli anigu shaqadeyda maaha, waa kelimad iska maadi ah, anigu shaqadeyda maaha, wax aniga iyaal maaha, reerkaabay u taal, tolkaas u yaal maaha. Bimujarad inuu muslim waxaa lagaa rabaa inaada meesha aadan fariisan. Halkaa waxaanu ka qaadana maxay inay hee mas-uuliyad tahay. Qodobka saddexaad, alxubu fi illaahi marka laga hadlay waa qof kasta ee mu'min ah, maaha intaad masaajidka iskula tukataan maaha, inta adiga tolkaaga ee quman maaha, ee inta aad soomaali ah maaha, inta falastiiniyiin maaha, waa qof kasta ee mu'min ah, midabkuu doona ha yeesho, haduubkuu doona ha lahaado, si kasta ha kaaga duunaado, magiciisa aqoonso ama gara ama ha garanin, isku deegaan noqda amayaanu noqonin, isku lahjan noqda amayaanu noqonin, adigi jaynis ladiin kala turjumaya ha noqdo. Bimujarad markuu muslim yahay ilaahay dartii inuu jeclaata, maxaa yeelay laa ilaaha ila allahu wa inay noocan maa jirkaaga ay danabaysaa oo ay kugu beertaa iimaan laa ilaha illa inuu isagoo tukanayo, markaad aragto waa inaad jeclaataa qof tukano ilaahay xaggiisa usii jeeda, ilaa maxaa yeelay intaas waxa jira asnaam hortaagan, macnaha way macnaha loo baahay kelimadda. Laakiin nabiga sal nin baa u yimid ya rasuulallah, gaaja ahayse meelaan ka bilaabma laha, waxaa loo dhanba gaajo lama seexan. Nabiga wuxuu yihi yaa wax tari kara, horta kow isaga iska bilaabay oo markuu haweenkiisa dib ugu laabtay waxbaa la soo waayey, nin saxaabada ka mid a ayaa kaxeeyey gurigu geeyey, kadibna waa tan uu yidhi war ay tiri islaantu wax raashin oo meesha yaala ma laha, inta yar owlaaddaanu siin lahayn mooyaane. Markaasuu yidhi bal xoogaa u jilo, waxaa iska dhigtaa
ee noocan ma in isaga wax la siinayo faynuusana yara dami oo xoogaa bakti nalka iyo waxba meeshayaan imaanin si kan nabiga sallallahu alayhi wasallam ninkan markuu meesha yimid saxaabiga loo diray ninkan adreskiisa ma aqoon telefoonkiisa ma hayo meeshuu ka yimid ma yaqaan reerkee tahay ma dhihin bimujarad inuu kalimat islaam muslim mu'min uu yahay lagu soo dhaweeyo marka waa maxay waa kelimad iyadu haddii alxubu fillaahi soolama dhaho dhaqaatiirtan xuduudda lahayn alxubu fillahi iyadu xuduud ma laha xuduud juqraafiyo dhan ma taqaan meelay taqaan markaa ma laha soo maaha markii almansuur ibn xaajib fii alkhilaafa alumawiya wuxuu maqlay saddex dumara oo iyagu la taxaabtay oo dad ay afduubteen ciidan buu diru yiri war hala soo daayo magacooda lama yaqaan meelay ka soo jeedaan bimujarad inay muslimaad yihiin nabiga sal alay slam reer bani qinqaaciyo kuwii madiine laga raray maxaa loo raray hal haweenay muslimada cowradeeda ay muuqatay nin muslima oo noocan maa la dilay ee markii ma aragtay intaasoo khasawaad markii almuctasim uu dagaalka ciidanka uu dirayo haweenay muslimada la dharbaaxay oo dhirbaaxyaan lagu dhaftay bilaadi ruum muslimiinta hadday garan lahayn macnaha ah kelimat laa ilaaha ila allah baana wada kulmisa kan gaajaysan oo laa ilaaha ila allah hoos joogay wuxuu naga mudan yahay inaan u gurmanno kan isagu ilinta ay ka socoto oo laa ilaaha illallah hoos harsanaya wuxuu naga mudayay inaanu ka masaxno kan dharka aanan haysan ee u baahan in marka la aratiro mujarad uu hoos imanayo dallaayada laa ilaaha illallah inaanu gurmanno macnaha markuu naga dhaadhaco ayuu islaamka naga dhaadhacay laakiin marka ay tahay un keliya ninkan tol buu ka soo jeedaa isaga maadaama uu tolka ka soo jeedo inta unba qaaraanka isla taqaan laakiin kan dhibaatoonaya ee kan dhibta laga sheegayo cidda la gumaaday haddaanay shaqaba noogu jirin khatarteeda marka leedahay mawduucaas waa mawduuca qodobka kale ay fahmeen saxaabatu rasuulillahi sal alay slam meel kasta raayatu lislaami turfac aynamaa dukira ismu llahi fii baladin cadadtu dalika alxima min sulbi awtaani markuu leeya meel kastoo laa ilaha illa allahu la yidhahdo ogow caalamka afar labaatanka saacadood every minute that counts ee jirtaaye miidana ayaa jirto laa ilaha illa laga sheegayo dad baa hoos harsanaya kelmadda iyada waxaa la rabaa kelmaddaas inay macna ku samayso biidni illahi subxanahu wa tacala qodobka afaraad wuxuu yahay walaaltinimadu waa nicmo ilaahay dartii inaad qof u jeclaatin waa nicmo nicmaduna waxay mutaysataa in qofka u xajisto nicmada lama sii daayo maalin walbaba cuntadaan cunayn waan ka fakarnaa kan amuu saliid kan ugu keenaa kan amuu laabjex ugu keenaa maxaa waxaad rabtaa inaad ilaashatid caafimaadkaaga soo ma ee noocan maa shilimaadka aanu haysanno oo kale qofku wuxuu bixinay waxaa soo gelaya aad buu uga fakeray calculator baan jaaba ku sidannaa wax kale maa waxaan diidaya inaan maan isgalo soo ma waxaa u baahan in la ilaaliyo nicmatulukhuwa kanaad hadda dadkan meesha isugu yimid nin walba ninka kalu lawyer u yahay isma oga hadda markaan tukanayno oo imaamka walada ama marka la aqrinaya faatixada nin dhahaya ma laha ee iyaaka acbud wa iyaaka astaciin ee nin walba wuxuu aqriyay iyaaka nacbud wa iyaaka eesh nastaciin yaad u hadlaysaa kan midigta kaa jira kan halkaa kaa jira imaamka kaa horeeya kan kaa dambeeya masjidka oo dhan inta masaajid kale ku tukanaysa inta waddan kale ku tukanaysa dhibta jirtaay waxay tahay anoo iyaaka nacbudu iyaaka nastaciinu leh oo kan u duceeya kanna u duceeya marka albaabka laga baxaana wejiyadeennu aan isu muuqan karin oo giirka aan isu taagayno oo wejiyada kale dadbayno aynaan wada hadli karin wada fariisan karin waxayna kala geyni ay tahay nambaradii innagu aanu samaysannay bal ka waran soo kaadibiin ma nihin soo dad been sheegay ma nihin ila ninka kale aan salaami karin ama lagaba yaabay inuu xoogaa uu suxulka marka uu ku tuuro waxaba laga yaaba imaamka iyo ma'muumka xitaa inay xoogaa isku dhacsan yihiin waa dhici kartaa soo ma imaamkan kama hadlay imaam kalean ka hadlaya la socda marka haddii nin uu juro imaamka xoogaa ma aragtay xarash u ahay yuusan soo gelin baabkaas isgelin hadda kore waxaa la yidhi ninka masaajidka imaamka ah in nin kale xoogaa masaajidka bannaanka isku soo qabteen baa layidhi xoogaa xurguf baa dhex martay imaamka markuu masaajidka yimid wuxuu arkay kii ay isqabteen oo gadaashiisa taagan wuxuu rabaa ninkan marka inuu ma aragtay meel uu ku maamuli kara hela ma ogtahay intuu u dhiibur istaw gow istaw buu yidhi halkaasuu kaga aarsan karay moogta marka way dhici kartaa mar qaarkiis adii imaamka inaad isku dhacsantihiin anyway haadihi nicma nicmadan waxay u baahan tahay maxay in la ilaaliyo ilaahay dartiis loo ilaaliyo maxaa yeele ilaahay isaga yidhi wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum nicma ilaah baa ku tilmaamay nicmada in la ilaaliyo inaga haddii nicmo laynagu sheegay yahuudda maxaa la yidhi taxsabuhum eesh jamiican wa quluubuhum shatta laakiin innaga waana la ammaano waxaa la yidhi faallafa bayna in ilaahay meel isugu kaaya keenay buu ilaahay tilmaamay qolyahana waxaa la yidhi waa laydin kala geeyey bal nasaarada arag min alladiina qaaluu innaa nasaara akhadnaa miithaaqan fanasuu xafdan mima dhukiruu bihi maxaa kaloo ka dambeeyey
فأغرينا بينهم العداوة. كلمة أغرينا أسل كيدا كولا دي كتمن كولا دي وحمرك الله كولا يو ووح لقود الجيوحي مركا وحك إني كفقان لقام ياب ساسان وقود الجني يعني العداوة عداوة ما بحيس ما أنتنا بيس يا لاف يا وحي ماله رحمة يا ميرسي هاسوع العليين لكن إلهي بات المام إنك نبحى الليري فألف بين قلوبكم هذا عوامل الألفة أما فاكتوريز كذا يسوع إيمان إن ديتوا إنه تلمنت وهل نجا بها مركا أفرت قضب إن سيد الله إلالي هذا إلهي درتي ولا يسجع لا ذا مركا لما قلوا وإن أنا ضن كلا إما شكوك جيرن وضن در إلهي وضن أن قوة ما هذا كارا وح أركانين وضمضة أن مالها أن جوجنوا أركتي قف كحوجا مركي حنون شيء هاي يحوال سياسية قبل وح أرك حوجا جيسة وسكروا تينيسة وجري وين الدولة دسيسي جاري وين لسيسي بيل في عن أسر دعه بارك وحير ولا إله إلا درت اسمك وجعل له إنه أراسن ربا. Do you think إنه أسر عضو إله درت إنه أراسي ماي وعيت إنه إله درت سيد دافع دينا. وجزاك الله خير.